الأشياء المهمة خاصة الأشخاص اللي عندهم العوائل الصغيرة، نظام الترفيه الخلفي اللي في السيارة جدا مهم. خلي العيال دائما يستانسون يلعبون الألعاب. عندك شاشة 12 إنش ونص تاتش، هاي الأشياء فعلا اللي ممكن أنها تكون تهم العائلة وتهم الشخص اللي يدور على الفخامة والسعة والرفاهية. السعة في السيارة من الأشياء المهمة. أنا على طولي 180، الحين إذا مرجع الكرسي للآخر هاي كل المساحة عندي، وإذا رحت لقدام بعدها في مساحة. ففعلاً إذا تكلمنا عن المساحة الإضافية اللي موجودة اليوم في سيارة شيفرلي تاهو، مساحة تستحق الواحد يفكر فيها له ولعياله. لما شيفرلي غيروا مكان الناقل السرعة من المكان اللي نحن دائما متعودين عليه في مسكة اليد وكذا، أصبحت السعة الداخلية جدا متاحة. الشغلة المهمة والمميزة اللي توفرت في سيارات شيفرلي أونستار سيرفيس. احتجت أي مساعدة؟ شغلة بسيطة جدا، مجرد ما تضغط هني أونستار يتواصل معك مستشار من شيفرلي. طبعا الخدمة هذه رايحة تكون متوفرة خلال المرحلة الجاية. المستشار هذا بيوفر لك كل النصائح، كل الأمور اللي تحتاجها، سواء علشان تطلع من مكان إلى آخر أو إذا كنت مواجه أي أمور تقنية أو فنية. طبعاً دائماً نفكر شو V8 5300 cc، معناته يقول واحد كيف بلحق على صرفية البترول. لكن السيارة هذه تم تطوير المكينة 5.3، صارت إيكوتيك. من ضمن الأشياء يمكن اللي متعودين عليها لما توقف على الإشارة أو توقف في بارك إن السيارة تبند، ترجع تفتح الإشارة مرة ثانية ترجع تشتغل عندك. لكن هاي السيارة بطريقة مختلفة، طبعاً هي 4-wheel drive، فلما تشغلها على 2-wheel drive كل لتر يمشيك 10 كيلو و200 متر. يعني اليوم على 100 لتر كم بنمشي؟ بنمشي 1000 وشوي. أطلع من دبي أوصل للسعودية ب 100 لتر. بالنسبة لي يمكن التاهو والسيارات الأمريكية خاصة السيارة هذه مكينتها 5300 cc، الجير اللي هو 10 سرعات، خلى السيارة فعلا هادية وفعلا مريحة في السواقة. نظام التعليق السسبنشن الخلفي أصبح منفصل. يمكن أنا بالنسبة لي لأني وايد في السيارات وكذا، فأحس إش كثر السيارة فيها تحكم عالي أكثر من يمكن الجيل السابق. الجيل هذا وايد أحسه ثابت هادي. طبعاً سبب الهدوء يمكن الجير هذا اللي خلى دائماً سيارة في لو RPM، ولكن ريشو يمكن very tight short ratio، فخلى التورك دائماً يكون عالي مع 355 حصان.